أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم تأملات إنسانية. وما زلنا في الموسم الخامس بنتحدث ونستعرض العديد والعديد من التجارب الإيجابية الملهمة، وما زلنا في الموسم الخامس نتحدث تحت عنوان عمار يا مصر. واسمحوا لي يعني عشان الذوق واللياقة قبل أي حاجة أرحب بالنجمتين اللي منورينا في الاستوديو، النجمة الجميلة إيمان والنجمة الجميلة عليا الجداوي. إيمان المصري وعليا الجداوي، أهلا وسهلا بيك. وأهلا وسهلا بيك يا إيمان. أستاذ محمد، وأهلا بالجمهور الخاص ببرنامج تأملات إنسانية. وطبعا كانت مشاركة حلوة جدا، أنا شخصيا متفائلة قوي ومبسوطة وسعيدة، وحاسة إن احنا هنعمل حلقات جامدة جدا. مرحبا بيكم أستاذ محمد، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تأملات إنسانية. في الحقيقة هي مشاركة فعالة في برنامج إنساني بيدعو للقيم والمبادئ. برحب بحضرتك وبرحب بالسادة المشاهدين. طبعا لو قعدت أتكلم عن النجمتين اللي معانا النهاردة هناخد الحلقة كلها في مقدمة عنهم، لأن بصراحة أنا يعني متوسم خير جدا في إيمان المصري وفي عليا الجداوي إن هم هيكونوا نجوم دائمين بمعنى الكلمة لبرنامج تأملات إنسانية حتى في المواسم القادمة. يعني إيمان المصري يعني غنية عن التعريف، وهي إعلامية معروفة ومقدمة برنامج على الهواء مباشرة في التلفزيون المصري، وموفقة دايما ودايما نجمة في العالي كده. ميرسي جدا. أما عليا فالطموح يتجسد فيها في أسمى معني، يعني عملها في مجال الطيران لم يمنعها عن التمسك بشدة بطموحها، وإن هي تبدأ تبحث وتسعى إن هي تبدأ تخوض التجربة في مجال دراستها الأكاديمية، وهو دراستها الإعلام عليا، خريجة كلية إعلام الأكاديمية البحرية. وإحنا بنقدم الشكر مرة تانية للأكاديمية البحرية وجميع العاملين فيها لدعمهم القوي لينا. مش عايزين نضيع الوقت بقى وناخد الوقت الحلقة كله في المقدمات، لأن أنا زي ما قلت لكم لو خدت الحلقة كلها مش هيقضي عشان أقدم النجمتين الجمال دول. فخلونا يعني نتكلم في البداية، احنا هنتكلم النهاردة بعنوان الإنسانية قيادة وشعبا. وطبعا على مستوى العالم كله بدأ مفهوم يظهر، يعني في العقود الأخيرة بدأ مفهوم يظهر، وهو مفهوم المسؤولية الاجتماعية. إن البيزنس، أي بيزنس أو أي نشاط تجاري أو خدمي، لازم يكون ليه دور في المجتمع. زي ما بيكسب وبينتفع من المجتمع ده، لازم يكون ليه دور إيجابي قوي لخدمة المجتمع. اسمحوا لي أبدأ من حيث انتهى الأستاذ محمد وأقول إن العالم دلوقتي بيواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة جدا. ومن وجهة نظري المتواضعة ومن خلال عنوان الحلقة النهاردة إن الإنسانية قيادة وشعبا، بوجه رسالة لكل الناس إن هم يتمسكوا بالإنسانية. ومعانا نماذج إنسانية ملهمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، من رجال الأعمال زي الحاج محمود العربي صاحب مؤسسة توشيبا العربي. الراجل ده في ظل الأزمة اللي بنواجهها، وفي ظل الأزمة اللي فيه رجال أعمال كتير تخلوا عن العاملين والموظفين، وصرحوا كتير من العمالة، الراجل ده تكفل بـ30 ألف أسرة. توقف العمل في مؤسسة توشيبا العربي لمدة شهر ونص، ولكن الحاج محمود العربي قرر ان هو يدي الاجور كامله متكامله لكل الموظفين اللي في شركه توشيبا العربي. مش بس كده، هو استاجر كمان مستشفى يخصصها للعزل للموظفين بمؤسسه توشيبا العربي. عمل كمان مواصلات، وسائل المواصلات للعاملين مؤسسة توشيبا العربي للحد من انتشار الفيروس. وهو ليه مقولة شهيرة جدا ان هو انا مجرد رسول، ربنا بعتلي رزق، الرزق ده ربنا بعته عن طريقي وانا بوصله للموظفين والعاملين عندي. في الحقيقة بندعو كل رجال الاعمال ان هم يقتدوا وياخدوا الحاج محمود العربي قدوة ليهم. هو نموذج انساني تمتع بالانسانية الكاملة، وكلنا محتاجين ان احنا نتمتع بالانسانيه عشان يعم ويسود التكافل في المجتمع. جميل جدا. يمكن كان في نموذج تاني يا استاذ ايمان، نموذج نسائي كمان يمكن. طبعا في نموذج نسائي مشرف جدا، والحقيقه هي سيده مصريه جدعه
وقفت في وقت الأزمة اللي شافت فيها مصر بلدها يعني بتعاني من أزمة جديدة، أزمة طبعا عالمية زي الكورونا، ولكنها عملت بالضبط زي أي ست مصرية جدعة بتقول كده لجوزها في وقت الأزمات خد الذهب بتاعي أهو وبيعه. هي اللي عملته إنها بقى ساعدت بلدها كلها. بنتكلم على سيدة الأعمال المصرية هبة السويدي، اللي هي بنت محافظة الشرقية اللي معروفة بالكرم طبعا، وزي ما احنا شايفين بقى كرم هبة السويدي في مجال انها تقف علشان تسد أزمة كورونا مع دولتها كان ليها مساعدات كتيرة جدا. اول حاجة ابتدت بيها انها على طول راحت علشان تشوف ايه هي المصانع اللي بتنتج الأقنعة او الخوذة الوقائية الخاصة بالأطباء، علشان الخوذة الوقائية دي يستخدموها الأطباء والممرضات. عملت ايه؟ راحت اشترت خط انتاج كامل من مصنع، وبعد كده راحت اخدت الخوذات دي وديتها للأطباء هدية. كمان هي انتجت او انشأت 2 مستشفى بقوة 650 سرير. ال 650 سرير دول يعني تقريبا هم بمقام 5 مستشفيات في الوقت اللي فيه المستشفيات الخاصة طبعا يعني ما كانتش بتساعد بالشكل الكافي. كمان اخر حاجة عملتها وهي ان هي قامت بشراء 15 جهاز صناعي، واحنا عارفين اسعارهم غالية قد ايه، تنفس صناعي طبعا، علشان تساعد بيهم في وقت الازمة اللي احنا موجودين فيها. فالله عليها يعني. الله عليها طبعا، شابوه، ومليون مليون 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 سلام وتحية للحاج محمود العربي صاحب مصانع توشيبا العربي، اللي فاتح بيت 40,000 موظف وتقني وفني ومهندس واداري. ومليون سلام وتحية للست المصرية الجدعة، الست المصرية الجدعة قوي زي ما قالت زميلتنا إيمان المصري، الأستاذة هبة السويدي، على مجهوداتها في مواجهة الأزمة. وطبعا الحلقة دي طبعا هتكون آخر حلقة لينا في شهر يونيو، فمش هينفع شهر يونيو يطلع ويخلص من غير ما نبدأ نتكلم عن حدث مهم جدا بيمر بمصر دلوقتي، وهو ذكرى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، الذكرى 6 أعوام مروا على تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم. فاحنا نزلنا الشارع وخدنا تقرير، عملنا تقرير مع السادة المواطنين والسادة المشاهدين، ويعني سمينا التقرير نبض الشارع، وأستاذ سامح معانا في الكنترول جاهز بالفيديو. ننزل بالتقرير بعد إذنكم، تابعونا في التقرير ونرجع لكم بعد الفاصل بإذن الله. في ظل مرور 6 سنوات على إنجازات الرئيس السيسي، فهو ليه جانب إنساني كتير في إنجازاته، تحب حضرتك توصل له رسالة تقول له إيه؟ نشكره على كل الوقت اللي مقضيه معانا دوت، لأن هو جه في وقت صعب قوي، كله معاناة وكل ظروف صعبة قوي من كل الجوانب، إرهاب في سيناء، المنطقة الغربية، مشكلة سد النهضة، حاجات كتير قوي 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 يعني، فإحنا لازم كلنا نبقى معاه. طب إيه الرسالة اللي بتوصلها له؟ ينفع هو يبقى لوحده، لازم كل الناس تتوافر جهودها حوالينه، يبقى معاه وتساعده جامد، لانه مش هينفع كل حاجه هو يعملها لوحده، في حاجات كتير، والصحه والتعليم، وزي ما احنا شايفين دلوقتي ازمه كورونا، لازم هو اللي بيصدر كل القرارات، ولازم هو اللي بيتابع كل حاجه. وطبعا هو عمل انجازات كتير خلال ازمه كورونا، من مستشفيات عزل وعمل مجهود كبير في الازمه، حاجات كتيره والله. فعشان كده انا لازم كل الناس يبقى معاه، لازم الناس كتير تساعده، مش كل حاجه هنلقيها عليه هو، لازم السيد الرئيس هو اللي يدي تعليمات ويدي اوامر. يبقى في تعاون بين الشعب وبين الدوله، لازم الناس يساعدوا في كل حاجه. الحكايه مش حكايه انفاق، الحكايه حكايه وعي وضمير. مش كل حاجه نقول الحكومه ما بتصرفش، الدوله ما بتصرفش، لا، في حاجات كتيره قوي محتاجه الناس يبقى عندها وعي وعندها ضمير. بنتك بنت من ابناء مصر ومن ابناء الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحب تقولي له ايه الرساله اللي بتوجهها له؟ بنقول شكرا لحضرتك كتير اللي انت بتقف معانا في الازمات الصعبه ديت، واللي انت مش سايب برضك المصريين بتقف معانا وكده. وبتقولي له ايه في ظل ازمه كورونا؟ بجد ربنا يساعدك، واحنا فعلا في اجواء صعبه جدا، وانت حضرتك مش ساكت وبتعمل مستشفيات وبتقف مع المصريين. كنت عايزه اسال حضرتك، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه جوانب انسانيه كتير خلال فتره حكمه 6 سنوات، يا ترى ايه الجانب الانساني او مجموعه الجوانب طبعا الانسانيه اللي حضرتك شفتها وبتقدم له رساله ليه دلوقتي؟ جوانب انسانيه كتير جدا،
هي 100 مليون صحة، هي الجوانب الإنسانية تعتبر الجوانب الإنسانية. الناس كلها كانت تعبانة جدا، في الناس اللي كشفت وخدت علاج وخدت كلام من الدكتور بتاع، في تاني لسه من حوالي أسبوع في 100 مليون صحة تاني، الناس الكبيرة اللي زي في السن اللي عندها أمراض مزمنة عندها كلام منه بتاع قياس الضغط كل ده المزمنة المنتشرة جدا كتيرة جدا. أقول له جزاك الله كل خير عن الشعب المصري. طيب السيد الرئيس كان ليه دور كبير جدا برضو خلال أزمة كورونا من خلال بناء مستشفيات العزل، بتقول له ايه او حابب ان انت توصل له رسالة معينة خلال أزمة كورونا بتقول له ايه؟ احنا ما كناش عندنا حاجة زي كده خالص، ما كانش فيه الكلام ده كله، ما هي أزمة بقى. ما انا بقول لك لا كمان اساسا الموضوع المستشفيات وكلام من ده بتاع قبل الرئيس ما كانش فيه الكلام ده كله خالص، كان فيه اهمال وكان فيه كل حاجة. دلوقتي كل ما بتروح اي مكان بتلاقي ناس كويسه وبتلاقي ناس بتقابلك كويس وكلام من ده بتاع، بيكشف على الانسان، بيكشف على كل حاجه. يعني انت شايف ان في جانب ايجابي كبير في الناحيه الصحيه؟ اه والله العظيم بالامانه والله. طب وفي نهايه لقائنا بتقول ايه لمصر بقى؟ مصر ربنا يحرسها. وتحيا مصر. تحيا مصر. كنا عايزين نسال حضرتك عن فتره حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمسنا فيها وكل لمس جوانب انسانيه، فمين الجوانب الانسانيه اللي انت شفتها زي ايه؟ العشوائيات دلوقتي هو بيبني لهم بيوت، يعني في مساكن كده واقتصاديه يعني وعلى مستوى المعيشه الصحه. لان حضرتك شفت الدويقه وشوف بقى حي الاسمرات والحقيقه دلوقتي يعني بقى منظر مظهر حضاري لمصر وللشعب وسكن ادمي، صح تمام. ولا لا؟ طب ايه الرساله اللي انت بتوجهها للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ اقول له ربنا يعينك علينا يا ريس. بإذن الله رسالتك هتوصل للرئيس عبد الفتاح السيسي. طب إيه أمنياتك اللي أنت نفسه إن الرئيس يعمله في الخطة القادمة إن شاء الله؟ والله الشباب عندنا إحنا عايزين شوية مصانع بقى، يعني حضرتك عايزين شوية مصانع عشان الشباب تشتغل وعايزين الشباب تكون نفسها وتتجوز علشان كمان والاستقرار في الدول العربية كل دول الخليج يحتاجوا العمل. تمام. طيب احنا طبعا يعني اتفرجنا على التقرير وشفنا حاجات جميلة جدا ورسائل لسيادة الرئيس السيسي. احنا بنأكد ان برنامجنا هو برنامج اجتماعي وهو ليس برنامج سياسي، هو بالعكس برنامج اجتماعي وانساني، ولذلك احنا بنهتم جدا بالجوانب الانسانية في جميع الناس اللي موجودة. وعلشان كده احنا قررنا او اخترنا ان احنا نتكلم على الجانب الانساني في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهنتكلم على مجموعة من مواقف مختلفة. انا اخترت بقى ان احنا يعني هنناقش الاول مجموعة مواقف خاصة بسيدتين متحيزة للستات انا النهاردة شوية. الاول سيدة كان ليها موقف، هي سيدة كانت بتحتفل ب انه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلاص تقلد الحكم، وهي في الشارع وبتحتفل وفجأة حصل لها عملية تحرش. طبعا الشيء ده وصل للرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي حصل ان هو حبب نفسه يروح يعتذر لها، وراح زارها وراح البيت وقال لها احنا كلنا بنعتذر ليكي، واحنا كلنا شايفين انه المرأة كرامتها فوق كل شيء. فدي طبعا رسالة بيوجهها، رسالة انسانية بيوجهها لكل الناس، اهمية كرامة المرأة المصرية والحفاظ على قيمتها وشرفها وكل شيء. كمان في موقف تاني كان لسيدة في أسوان، أنا نفسي لما شفت الموقف حقيقي بكيت جدا، يعني لأنها كانت مؤثرة قوي. كانت للأسف مريضة وإيديها معرضة للبتر لو ما سافرتش تعمل عملية. اللي عملته سيدة زي إنها راحت اقتحمت الموكب بتاع الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي هي ناس كتير جدا قالوا لها هيقتلك هيموتوكي لأن ده شيء غلط. وطبعا لو في أي دولة تانية كان فعلا ممكن اتاخد معها موقف سيء جدا، ولكن اللي قام بيه الرئيس إن هو سمع ليها كويس قوي واحتضنها سيدة عجوز وكانت بتبكي، وقالت له أنا الرئيس ما قتلنيش، أنا الرئيس احتضني. وطبعا سمع لكلامها وقال إن هي أي حاجة هتحتاجها هتتم، وأرسلها للعلاج في الخارج علشان ما يتمش بتر إيديها.
فبالتالي طبعا يعني كل التحيه وايه الجمال ده يعني انه يصدر من بتاع احمد ياسر. احمد ياسر اللي هو المريض بالسرطان اعتقد في موقف لاحمد ياسر كان طفل مريض بالسرطان، والطفل احمد ياسر كان كل امنيته ان هو يشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني هو طلب كده وكانت دي كل امنيته. اللي حصل انه الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر ان هو لازم يروح ويشوفه، وقرر ان هو لازم يجبر بخاطر الطفل الصغير ده المريض، وفعلا قام بزيارته، وكمان هو جبر بخاطر كل الستات اللي موجوده دي، او كمان احمد الطفل المريض ده. بيعلمنا قد ايه انه مهم جدا ان احنا نهتم ببعض، مهم جدا ان احنا نسمع لبعض، ومهم ان احنا كمان نجبر بخاطر بعض. رسائل انسانيه كتيره جدا قدمها لينا الرئيس في مواقف المفروض ان الكل يقتدي بيها. يمكن عليا انت كنت مهتمه واحنا قاعدين شغالين في الاعداد، مهتمه قوي بموضوع العشوائيات ده، وشايفه ان هي واجهه حضاريه كبيره. بالظبط، استكمالا لانسانيه الرئيس، وان الرئيس ازاي بيجبر بخاطر الناس، ومش بس بيهتم بالتطوير المباني والمنشآت، لا هو كمان بيهتم بتطوير بنية الإنسان. الرئيس اهتم بتطوير العشوائيات، وفر وطور وغير العشوائيات زي ما شفنا في غيط العنب وحي الأسمرات ونهضة المحروسة وتطوير منطقة مسبير وغيط العنب في اسكندرية. الرئيس بيهتم بتطوير الإنسان لأنه بيتمتع بالجانب الإنساني رغم كل الضغوطات والصعوبات اللي بيمر بيها كرئيس للدولة والمجهودات اللي بيبذلها، ده لا يمنعه من الإنسانية ومن إن هو يهتم بالمواطن المصري كإنسان. وفي الحقيقة في موقف أنا شخصيا لمسته، يعني في العام السابق 2019 الرئيس سمى العام بتاع 2019 بعام ذوي القدرات الخاصة. لمست الموضوع ده، كيفية إنسانية الرئيس. كان عندي زميلة ليا في الجامعة بنوتة جميلة اسمها ندى، كان عندها موهبة الرقص الاستعراضي، ولكنها كانت بتعاني من ضعف السمع، وده كان بيأثر بشكل ما أو بآخر على النطق. ندى تحدت كل الظروف وتحدت الإعاقة اللي عندها، وحلمت واتمنت ان هي تبقى مشهورة، والحقيقة ربنا كرمها بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو عمل عام 2019 للاهتمام بذوي القدرات الخاصة فقط لا غير. اداهم الفرصة ان هم ينموا المواهب بتاعتهم، اداها فرصة ان حلمها يطلع للنور، ان هي تبقى مشهورة فعلا زي ما هي عايزة. ندى انا هي صديقة ليا على الفيسبوك، شفت الرئيس وهو مكرمها، شفتها وهي بتقدم الاستعراض بتاعها في مؤتمرات. كونه ان هو يسمي المؤتمر وشعار المؤتمر قادرون باختلاف لذوي القدرات الخاصة، دي في حد ذاتها إنسانية كبيرة جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويعني بتمنى من كل الشعب المصري ان زي ما نقتدي بالرئيس، ان زي ما الرئيس بيتمتع بالإنسانية، احنا كمان كل واحد فينا في شغله في بيته في كل المواقف الصغيرة ان احنا نتمتع بالإنسانية، لان من وجهة نظري الإنسانية هي حل لجميع المشاكل اللي موجودة دلوقتي. في الحقيقة كمان يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن متابعته الدائمة، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن متابعته الدائمة للأحداث الجارية، وخصوصا في موضوع انتشار فيروس كوفيد 19، كان ليه صراحة بعض يعني اللقطات النورانية اللي بتعبر عن مدى إنسانيته ومدى استيعابه لأبنائه الأطباء، أطباء مصر العظام اللي يمثلوا هم حائط الصد الأول زي ما بقول على طول، اللي هم أعضاء الجيش الأبيض المصري أطباء مصر. كان ليه صراحة كذا لفتة إنسانية، أولها لما الطبيب اللي فقد بصره يعني وكان قال على السوشيال ميديا أنا ما عنديش قدرة ولا إمكانيات مالية ولا مادية إن أنا أقدر أتعالج وكلام من ده، راح على طول قرار طلع واتنقل على طول لمستشفى أو مركز الطب العالمي. وكمان كان في لفتة إنسانية مهمة جداً، واحنا ياما يعني دعينا من هنا من برنامجنا من برنامج تأملات إنسانية، دعينا أكتر من مرة من برنامجنا من برنامج تأملات إنسانية إلى مدى أهمية
ان احنا نولي الاطباء والاطباء المصريين اهتمام خاص، ولازم هم حائط الصد اللي انا بقول الضابط، لا الطبيب اللي هيتحاكر اللي هيتعالج هيرجع تاني يعالج غيره. فهو كمان عمل امر بعمل مستشفى عزل للاطباء تكون مخصصه للاطباء في لفته انسانيه مهمه. وايضا يعني موضوع عصرناه كلنا اللي هو مشروع 100 مليون صحه، اللي حوالي 50 مليون مصري استفادوا منه واطمنوا على صحتهم، موضوع علاج فيروس سي اللي ملايين اتعالجوا واستفادوا بالموضوع ده. فدي كلها لفتات انسانيه، وزي ما بنقول وبنكرر احنا برنامجنا برنامج انساني اجتماعي، لكن ما كانش ينفع يعدي شهر 6 من غير ما نتناول الجانب الانساني في حياه الرئيس وفي سلوك الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يطلق عليه الرئيس الانسان. وايضا في لفته طيبه جدا وبادره يعني ممتازه لاقت رضا وقبول قطاع كبير من الاطباء، ان هو امر باطلاق اسماء بعض شهداء الجيش الابيض على الكثير من الشوارع، ودي كانت لفته طيبه جدا جدا جدا. زميلتي ايمان عايزه تختم بمقوله كده وبكلمتين قبل ما نقفل. تمام. انا بس عايزه اقول ان الشعب المصري هو يعني من اجدع الشعوب اللي معروف عنه كل الشهامه وكل الانسانيه موجوده فيه. اي شخص بيسافر بره بيعرف ان الجزء اللي ناقصه دايما هو الانسانيه والجدعنه اللي موجوده في الشعب المصري. فاحنا عشان برنامجنا اسمه تاملات انسانيه، وطبعا انا بشكر جدا الاستاذ محمد ان هو بيحاول ان هو يصحي الجانب ده فينا يعني كناس موجودين في المجتمع المصري، ويفكرنا بيه تاني عن طريق حاجات كتيره قوي. فعايزه اقول انه احنا كشعب مصري اعتقد يعني عندنا من الانسانيه حاجات كتيره قوي تقدر تخلينا ان احنا نعيش حياه سعيده ومشاكلنا كلها تتحل. وعندنا ماده ثريه، ماده طبعاً ثريه نقدر نتكلم فيها في برنامج تاملات انسانيه، وما زلنا بنغير المواضيع. اتكلمنا بعنوان هو وهي عن التعايش بين الرجل والمراه، اتكلمنا بعنوان في وسط الناس عن النجاح والتعايش بين البشر، اتكلمنا بعنوان بيت العيله عن التعايش في نطاق الاسره والعيله، اتكلمنا عن قضايا المراه المصريه في موسم كامل عن المراه المصريه وتاخر الزواج والتحرش الالكتروني والمراه المصريه في السياسه. فاحنا عندنا ماده ثريه ان احنا نقدر نتكلم، وفي الاخر بنتكلم عن النماذج الايجابيه الملهمه. كلمه اخيره في 20 ثانيه مش 10 ثواني. علي محمد بيقول لو حطينا الانسانيه في كل موقف في حياتنا مع اهلنا في شغلنا في كل حاجه في حياتنا، ده هيحقق لنا التكافل، وهيبقى المجتمع ما فيهوش مشاكل زي اللي بنواجهها دلوقتي، زي الصعوبات بنلاقي الناس بقت قاسية جدا جدا. لو وجدنا الإنسانية في كل شيء في حياتنا كل حاجة هتتحل بإذن الله. كنت سعيد جدا 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 بوجودي معاكم النهاردة، لأنها حلقة استثنائية وحلقة مميزة جدا من برنامج تأملات إنسانية الموسم الخامس عمارية مصر، وكنت سعيد جدا جدا بالنجمتين اللي معايا النهاردة. وآخر كلمة بوجهها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مليون سلام وتحية على جبر الخواطر اللي بتعمله للشعب المصري. تحياتي ليكم، وانتظرونا في حلقة قادمة من برنامج تأملات إنسانية الموسم الخامس عمار يا مصر.